بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال كعب بن مالك: فقلت يا رسول الله، إنما الله تعالى نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث، مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى. والله ما تعمدت كذبة مذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني فيما بقي. قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذكرنا قصة كعب بن مالك برواية الإمام أحمد، وأن هذه القصة موجودة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وساقوها بطول القصة، قصة طويلة، وفي آخرها ذكر كعب بن مالك أنه عاهد الله عز وجل أنه لا يكذب أبدا بعد هذه القصة، أنه لا يكذب، فيذكر من فضل الله عز وجل عليه أنه أبلاه أحسن البلاء في الصدق، يعني أنه ما زال صادقا حتى يوم هذا، ويرجو من الله عز وجل أن يظل على صدقه حتى يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فوجد حلاوة ذلك أنه صدق في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكذب بعد ذلك أبدا. يقول: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله بالصدق وأحسن مما أبلاني، أحسن مما أبلاني، يعني أنه كان من أصدق الناس في الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووجد حلاوة ذلك من أفضل ما يجد. قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال لقد تاب الله على النبي، يبقى كل إنسان يحتاج إلى التوبة، ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأي ذنب أذنبه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. ولكن بدأ الله عز وجل بذكره صلوات الله وسلامه عليه للتنبيه على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل إنسان يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا قال لقد تاب الله على النبي ولم يذنب صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقع في الشيء صلى الله عليه وسلم من رحمته وحنانه بأمته صلى الله عليه وسلم وشفقته، فيعاتب على هذا الشيء الذي هو محض رحمة منه صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فصلى صلوات الله وسلامه عليه، فعاتبه الله عز وجل على ذلك، إنه ما ينبغيش لك أن تصلي على هذا المنافق. ما فعل ذلك إلا رحمة، لم يقصد معصية صلوات الله وسلامه عليه، لم يقصد أن يعارض أمر الله سبحانه، ولكنه خيره الله عز وجل فاختار. فلما اختار أن يصلي عليه عاتبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعاتبه على شيء لو كان من غيره كان إحسان ولم يكن إساءة. فعلى ذلك يقولون إنه حسنات الأبرار سيئات المقربين. قد يكون الشيء من الإنسان البار يكون حسنة، ولكن الإنسان المقرب العالي الدرجة عند الله قد لا يكون كذلك.
فلذلك عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء لو فعلها غيره عليه الصلاة والسلام ما عوتب فيها، زي ما عوتب في قصة الأعمى. الأعمى ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن أم مكتوم، فذهب يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، وهو جالس مع رؤوس المشركين يدعوهم إلى الدين. طب ده وقته الآن تقول علمني، اصبر لما يقوم هؤلاء. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك، ما زاد على أن عبس صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل ينزل القرآن ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعاتبش الأعمى. الأعمى ده وهو يقول علمني علمني علمني، إزعاج للمولودين، ولكن الله عز وجل ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت أرقى وأعلى من ذلك، أنت تصبر. لو غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب غير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزلته أعظم المنازل، الذي رباه ربك سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك لو كان من غيره شيء قد يكون إحسانا، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون أحسن الإحسان وأعلى الدرجات وأفضل الأفعال منه صلوات الله وسلامه عليه. نرجع هنا في هذه الآيات، قال الله سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. طيب هم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الذنب الذي فعلوه حتى يتاب عليهم؟ كأن هنا البعض حدث نفسه بأنه ينقص وأنه ما يخرجش، وجدوا الأمر فيه قيظ شديد وحر شديد وفقر شديد. طيب شوفوا هنا الرواية اللي ذكرها ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، ما هي غزوة تبوك دي اسمها غزوة العسرة اللي سماها الله عز وجل الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فبيسألوه ليه سميت بهذه التسمية؟ قال عمر رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، في حر شديد جدا، فنزلنا منزلا. لاحظ الطريق صحراء، ماشيين من المدينة للشام في طريق صحراء، ومن يطيق ذلك؟ يا ترى معهم شماسي كده ومعهم حداد تبرد لهم الطريق اللي هو فيه، ما فيش ولا حتى المية اللي بيشربوه، ولا حتى المية اللي بيشربوه. اسمعوا كده في الحديث، يقول عمر رضي الله عنه فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. شيء عمرنا ما شعرنا به ده، إنه إنسان يعطش نقول لغاية حلقي جف مش عارف أبلع ريقي، إنما رقبتي هتتقطع. أهو ما نفهمش إيه المعنى اللي فيه، ما يفهمهاش إلا اللي عاش، إلا اللي عاش. أدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حتى ظننا من شدة الحر وشدة العطش مش رقنا جف، إن الرقاب ستنقطع، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء، ما فيش مية، بيدوروا على المية في الصحراء اللي هم فيها، قال فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع. راح يدور على مية ما لقاش مية، رجع يظن أن رقبته ستنقطع. وحتى إن الرجل ينحر بعيرا فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. يعني ينحر البعير همه مش الأكل، همه المية، يعصر الكرش اللي الطعام اللي جوه أمعاء ومعدة البعير بياخده يعصره علشان يطلع المية اللي فيه يشرب الماء. أي شيء هذا الشيء الذي هو، أي جهد هذا الذي هو فيه؟ فيقول رضي الله عنه بعد ما يشرب المية اللي بداخل كرش البعير يقوم ياخد الباقي يحطه على كبده علشان يبرد شوي، يبرد شوية من الحر. يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حكيم عاقل مؤمن تقي رضي الله عنه، يقول يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا. هنا انتبه لشيء، انت دعوتك مستجابة وإحنا في الوقت اللي إحنا فيه ربنا يعودنا في دعائك خير، ادعي لنا بقى. يقول رضي الله عنه فادعوا لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحب ذلك؟ تحب ذلك؟ ما هو البلاء الكل فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هم عطشانين وهم مش عطشان عليه الصلاة والسلام، ولكنه صابر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء. رفع إيديه، ما نزلش إيديه من الدعاء لغاية ما نزلت السماء. فين؟ في صيف، في صيف، في صحراء، في حر شديد جدا. اسمع بقى هذه الرواية يقول إيه.
قال فأهطلت ثم سكنت. أهطلت شتت شوية وسكنت. فملأوما معهم الأوعية اللي معهم ملأوها. ثم ذهبنا ننظر يا ترى الشتة ده وصل لفين وصل لفين. قال فلم نجدها جاوزت العسكر على قد الجيش بس على قد الجيش بس نزل المطر على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا نرجع للآية. يقول الله سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. كأن البعض منهم حدثته نفسه بعدم الخروج يعني ما حدش عارف مش مكتوب وإحنا 30,000 واحد 40,000 واحد ممكن نقعد. فبعد ذلك راجعوا أنفسهم وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا معه. فأنزل الله عز وجل وين علمنا ذلك منكم وتبنا عليكم. فذكر التوبة على هؤلاء. قال الله سبحانه من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من بعد ما كاد يزيغ يميل يعني في هذه الشدة ومأمورون بالجهاد فكادوا يزيغون كادوا يميلون ولكن الله عصمهم فخرجوا وتاب عليهم بفضله سبحانه. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ربنا سبحانه إنه بهم رؤوف رحيم. ثم ذكر هؤلاء المخلفين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هؤلاء الثلاثة كعب ابن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن ربيع. الثلاثة صدقوا الله عز وجل في أن ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا عذر لهم وأنهم أخطأوا في هذا الشيء وتابوا وصدقوا. فالله عز وجل أنزل تاب عليهم بعد 50 يوما شهرين إلا 10 أيام نزلت التوبة. كان حالهم إيه؟ قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هجرهم الناس لا أحد يكلمهم فضاقت عليهم البلاد وضاقت عليهم أنفسهم كأن القلب لم يعد هناك فيه مجال للسرور والبشرة والفرح. مفيش القلب ضيق مفوش إلا الحزن. ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله. ظن هنا بمعنى أيقنة ظن بمعنى أيقنة هنا فيقول يعني أيقنوا إن ملهمش بقى ملاذ ولا ملجأ إلا الله سبحانه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. فجاءت التوبة من الله سبحانه ألهمهم هذه التوبة فتابوا فقبل منهم سبحانه إنه هو التواب الرحيم. ثم نصحهم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر المؤمنين جميعهم أن يعتبروا من هذه القصة وأن يكونوا مع الصادقين. الصدق من جاء كن مع الصادقين مهما أصابك من ضر لن يدوم الضر ولو دام في الدنيا فالدنيا لا تدوم. سيموت الإنسان ويرجع إلى الله ويستشعر يوم القيامة ما كان فيه من ضيق في الدنيا يجده ساعة يوم القيامة. قال كعب رضي الله عنه فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. يعني أفضل نعمة في هذا الحين أن الله ألهمني الصدق. والإنسان لا يستشعر النعمة حتى يرى عكسها في غيره. ولذلك يقولون والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. فهنا عايز تعرف الصدق من جاء اسمع هذه القصة. طب الكذب يهلك صاحبه في إيه يا ترى؟ شوف هنا باقي هذه القصة. يقول كعب رضي الله عنه فما أو ذكر النعمة يعني قال ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوا حين كذبوا شر ما يقال لأحد. المنافقون 80 رجلا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى فيهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أهدي الفضيحة بقى هنا الفضيحة هنا. يعني نفعهم أن استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل منهم ظاهرهم لم ينفعهم ذلك. وفضحهم الله عز وجل قال فأعرضوا عنهم إنهم رجس ذو النجاسة أعمالهم نجسة فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم بيحلفوا لكم عشان ان ترضوا عنهم الله أحق أن يرضوه سبحانه تبارك وتعالى.
قال سبحانه: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا. أداء هنا العاقبة للمتقين، عاقبة التقوى حسنة في الدنيا وفي الآخرة. أما الكذب وأما النفاق هنا حصل لهم إيه بقى المنافقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا. أداة بقى الدور عليهم الآن، بعدما فضحهم الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ألا يجلسوا مع هؤلاء المنافقين. يقول كعب رضي الله عنه: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا، فبايعهم واستغفر لهم، فأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حين قضى الله تعالى، فلذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل. يعني بيفسر الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفنا عن هؤلاء الذين حلفوا وقبل منهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قبل، أما نحن قال لا، انتظروا أمر الله، فيقصد أنه خلفوا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انتظروا حتى ينزل الحكم فيكم. هذه القصة فيها فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري، نرجعها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.